مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. وعلى غير العادة الفيديو تاع اليوم راح تكون ان بو سبيسيال، وين راح نبارطاجي معكم أكلة تقليدية اللي حنوجدوها في المنطقة ديالها واللي هي مدينة بوسعادة. وقبل ما نبداو في تحضير هذه الأكلة ديالنا راح نديكم تحوسوا معايا شوية وتكتشفوا هذه المدينة العريقة. ريحوا معايا حتى لافان ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في هذه لا نوفيل فيديو. الوغ اليوم كما راكم تشوفوا رانا في هواء الطلق، راني في غابه النقرب المتواجده بمدينه بوسعاده. اليوم راني مع صديقتي، راهي رايحه تقدم لنا طبق تقليدي اللي هو المختومه. بسم الله نبداو بمقادير تاع لافارس. نقدم لكم صديقتي تفهمكم الطريقه ديالها. السلام عليكم. بالنسبه للمقادير تاع المختومه تاع مدينه بوسعاده، طبق تقليدي عندنا بصل مرحي، ملح، فلفل احمر حار، كزبر، ثوم، طماطم مصبره، زيت، والله اللي يحب يدير شحمه. بالنسبه للعجينه جبناها ديجا واجده مخدومه، فيها دقيق، فرينه وملح البصل. صديقتي بالنسبه للكميه حسب عدد افراد الاسره. فوالا حسب عدد افراد الاسره. فوالا كما راكم تشوفوا. بعد نديرو شويه زيت، زيت ولا شحمه؟ زيت المائده ماشي زيت الزيتون. زيت المائده فوالا، هي من الافضل نخدموها بالشحمه. اه باش يكون طبق تقليدي. طبق تقليدي باش يكون طبق تقليدي ويجي بنين افضل. نديرو طماطم فوالا، نديرو الملح. الملح كيف كيف حسب الذوق. حسب الذوق، كاين اللي يحب بزاف كاين اللي ما يحبش بزاف. فوالا هي لاباط نملفوها شويه بيان سور باش تجينا بنينه خير. نديرو فلفل احمر حار طبيعه الحال حار. فوالا نديرو كزبر. كيما هذا الفلفل الاحمر نتوما تخدموه في الدار حاجه طبيعيه؟ هذا نخدموه حنا في الدار، نديروه نخدموه في الدار. اه ملاح. نديرو الثوم بعد نخلطوهم. نخلطوهم كامل مع بعض. ايه من بعد كاين اللي يحب يذوقها هي هكذا باش يحب يقدر يزيد المقادير. فوالا يشوفها الا ملحه مليح ولا صامطه. ايه ولا يزيد الفلفل ولا كيما يحب. فوالا نخلطوهم
نخلطوا المقادير مليح تاعنا اللي قبيل، بعد نحطوها على النار. هذه راح نطيبوها عجمر مش في الطابونه، خاطرش رانا في بلاصه طبيعيه. ما شاء الله الماكله تاعنا تجينا بزاف بنينه على الجمر. بعد هكذا كي نخلطوها نذوقوها، باش كنحبوا نزيدوا مقادير نزيدوا فلفل ثوم الملح. تما شوفوا فاش راهي ناقصه، واش راها ناقصه ونزيدوا. آه كل واحد حسب الذوق تاعو. جبناها مخدومه من الدار، فيها دقيق فرينه وملح هكذا. بعد نديروا شويه زيت نخلطوها، بعدها نخدموها شويه هكذا قطع صغيره. نقرصوها صديقتي كيما نديروا المحاجب والمسمن. كيما نديروا المحاجب فوالا. نقرصوا كامل العجينه ديالنا ونرجعوا معاكم. كامل العجينه نبداو نخدموا المحاجب تاعنا. نجيبوا العجينه نديروا لها شويه زيت، نحلوها، نحلو العجينه تاعنا. طبعا العجينه بعد ما نخلوها لازم تريح شويه باش تعود لينا، باش تساعدنا في الخدمه. كل ما تريح العجينه كل ما نقدروا نخدموا، كل ما تجينا هكذا. نديرو كل واحد واش يحب يدير الشكل. بعد نجيبو الدوزن، كاين اللي يحب يدير بزاف الدوزن، كاين اللي يحب يدير غير شويه. كل واحد حسب الرغبه تاعو. فوالا هذه نديروها نديروها مربع على شكل مربع، كل واحد كيما يحب يخدمها. هذه نديروها على شكل مربع هكذا. مليح الواحد يشد في هذه الاطباق التقليديه ديالو. فوالا نجيب واحدة اخرى نديرو، نقدروا نديروها على شكل مثلث. كل واحد وش يحب. كل واحد الطريقه تاعو، كاين اللي يحبها مربع كاين اللي يحبها مثلث. ديما نلقاو الاطباق التقليديه محبوبه صح. من طرف الجميع صح، صغار ولا كبار صح. بهذا الشكل هذا مثلث كل واحد كيما يحب. نجيبو الدوزان نمشوه هكذا مع العجينه. هنا نطويها بهذا الشكل، نطويها هكذا. هذه هي المختومه تاعنا تاع نهار اليوم تاع ولايه بوسعاده بعد ما وجدت. شوفوا كيفاش طابت شابه، وجهها احمر بيان دوغي مليح تشهي. فوالا نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تعجبكم، ونسلم كامل على ناس بوسعاده ونقول لهم بارك الله فيكم يا ناس الجود والكرم. الى ملتقى واحد اخر ان شاء الله، مع السلامه.